بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. النهاردة هيكون معانا ضيوف من العيار الثقيل علشان نفتح قضية مهمة جدا جدا جدا، ونستطيع أن نتناقش في هذه القضية بشكل واضح وصريح. قضية بتهم الناس كلها، بتهم كل الأهلوية وغير الأهلوية الحقيقة. موضوع مهم جدا عن الإعلام الرياضي ما بين الموضوعية وصناعة الترند. مهم جدا عنوان الحلقة النهاردة، أو مهمة جدا حلقة النهاردة، وهيكون معانا إن شاء الله مفاجآت كثيرة جدا طوال الحلقة. هنتكلم في الجزء الثاني من هذه الحلقة مع نجومنا اللي هيكونوا موجودين معانا، وأيضا نجومنا اللي هنقدر نجيبهم من الخارج من خلال التليفونات أو السكايب. ده في الجزء الثاني من هذه الحلقة. النهاردة أقيمت قرعة الدوري الممتاز إن شاء الله اللي هينطلق يوم 18 من شهر سبتمبر الحالي، وينتهي يوم 30 يوليو 2024 على حسب ما أعلنت رابطة الأندية. يمكن كنا انفرضنا بميعاد البداية الدوري من خلال وجود الأستاذ عامر حسين، الحاج عامر حسين، من حوالي أسبوع تقريبا، في يوم الاثنين اللي فات تحديدا، لما قال أن أولى المباريات هتبدأ يوم 18 سبتمبر. أولى مواجهات النادي الأهلي هتبقى مباراة صعبة جدا مع النادي المصري. هنلعب بعد كده سيراميكا، بعد سيراميكا هتلعب الجونة، وبداية قوية ومباريات صعبة. الحقيقة السنة دي مش هنقدر نقول في مباراة سهلة ومباراة صعبة، كل المباريات صعبة جدا جدا جدا. الجولة العاشرة الأهلي سيلاعب نادي الزمالك، وخلي بال حضراتكم القرعة لم تكن موجهة، يعني الأهلي والزمالك طلعوا في الجولة العاشرة كده من غير توجيه أن تكون هذه المباراة في نهاية الدور الأول مثلا أو مثل هذا الشكل. فخلينا نبدأ مع حضراتكم ونستعرض مباريات الأسبوع الأول من خلال شاشة البيت الكبير. نادي الأهلي في الدور الأول المصري البورسعيدي، ثم في الجولة الثانية سيراميكا كليوباترا، ثم الإسماعيلي في الجولة الثالثة، الجونة في الجولة الرابعة، ثم بلدية المحلة في الجولة الخامسة، المقاولون العرب في الجولة السادسة، سموحة سبعة، نادي زد في الجولة الثامنة، الجولة التاسعة الاتحاد السكندري. الجولة العاشرة الزمالك، الجولة الحداشر فاركو، الجولة الاتناشر الداخلية، الجولة الثلاثاشر طلائع الجيش، الجولة الاربعتاشر بيراميدز، الجولة الخمستاشر البنك الأهلي، ثم الجولة قبل الأخيرة والسادسة عشر إمبي، ثم الجولة الأخيرة مع فيوتشر. دي طبعا ده الأسبوع الأول بالنسبة لمباريات الأهلي. أما الأسبوع الأول لمواجهات الجولة أو الأسبوع الأول لكل الفرق، زمالك وبيراميدز أولى المباريات، الأهلي والمصري، الإسماعيلي وزد، سموحة والجونة، سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري، بلدية المحلة والمقاولون العرب، البنك الأهلي وطلائع الجيش، فيوتشر وفاركو، ثم إمبي والداخلية. دي مواجهات الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم في هذا الموسم. خلونا نبدأ هذه الحلقة بلقاء مع نائب رئيس رابطة الأندية كابتن عماد متعب، نطلع نشوف ماذا قال عن الدوري وبداية الدوري، ثم نرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى.